تحية خاصة الجريدة الوطنية أشواقع، أحمد أزروال الكاتب العام لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم فرع أسفي. اللقاء ديال اليوم هو كيأتي في ظرفين أساسيين. الظرف الأول هو الدخول المدرسي والجامعي، والظرف الثاني هو تفعيل برنامج ديال مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، خصوصا برنامج سكن امتلاك. إضافة إلى أن الاتفاقية ديال الشراكة اللي كتجمع وطنيا بين مؤسسة محمد السادس ومؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم، وفي إطار تنسيق المشورة تم هذا اللقاء اللي كيشرح النساء ورجال التعليم العديد من الخدمات والمزايا اللي منها امتلاك، منها تعزية الوفاة، منها السفر، منها السياحة. بمناسبة راه كتعرفوا بأن العديد من الفنادق اللي تبنات على شكل ديال زفير احتفظ فيه، وفي اتفاق ما بين المندوبية المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية ومؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم ومؤسسة محمد السادس غتكون هنا بناء واحد الوحدة ثقافية فندقية اجتماعية لصالح نساء ورجال التعليم. وهذا الشيء غادي يكون بالمناسبة من الإخوان اللي ما استطاعوش الأساتذة والأستاذات واللي عطاو بزاف ديال التساؤلات، لماذا فقط مدير المؤسسات؟ المرحلة الأولى درنا مدير المؤسسات باش يوصلوا هذه الخدمات للمؤسسات التعليمية، ولكن في المرحلة الثانية كاين جوج لقاءات دائما مع مؤسسة الأعمال الاجتماعية للتعليم ومؤسسة محمد السادس. اللقاء الأول مع المراكز الجامعية، واللقاء الثاني مع نساء ورجال التعليم. وتحية مرة أخرى لجريدة أشواق. السلام عليكم. خالد داودي، مسؤول جهوي بمؤسسة محمد السادس نهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين. بدءا أشكر المنبر أشواقع كجريدة وطنية، وكنبغي نخبر بسياق هذا اللقاء أننا كنلتقي اليوم مع نساء ورجال التعليم بمديرية التعليم بأسفي في إطار الإخبار بمستجدات مؤسسة محمد السادس نهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين. هذا اللقاء كان دارج في سياق إخراج خدمات جديدة ديال المؤسسة اللي مرتبطة بدعم السكن، اللي مرتبطة بدعم منح التعليم الأولي، واللي بتذكير بجوج البرامج مهمة اللي هو برنامج التغطية الصحية التكميلي وبرنامج الإسعاف والنقل الطبي. اللقاء تميز كذلك بإطلاع المنخرطين بحضور شركاء المؤسسة على المستوى البنكي اللي كانوا كتار، واللي الآن هما بصدد الإجابة على تساؤلات المنخرطين وفق حاجياتهم، لا سواء قروض سكن سواء قروض أخرى، وبخاصة التعريف والتجاوب مع برنامج امتلاك اللي هو برنامج جديد اللي كيلبي حاجيات المنخرطين في تحقيق السكن الرئيسي للأسر ديالهم. وشكرا لكم مرة أخرى.